والله اعتقد الاجابة على هذا السؤال ميسورة، لكن يكون واحد يروض نفسه على قبول الحقائق، ليجي يقعد صمعينه ويدير وجهه ويبعد عن الحقائق ويكتب لي امير المؤمنين يزيد المفترى عليه. هذا ما يحترم عقله ولا يحترم تاريخه. هذا التاريخ بين يديك، تاريخ مختلف الفئات. يرسم لك صورة لهذا الرجل. احنا شنو طريقنا الى لولا غير التاريخ؟ التاريخ الصحيح، نبحث عن التاريخ الصحيح البعيد عن العقد البعيد عن العداوة، نرجع الى نشوف ان هذول الامويين افرض هالنماذج. ارجوك اولا نجي للعقول. انا لما اطب الى بلد مسلمين واسأل وين امام المسلمين، يقولوا لي على المنبر. اجي لي اريد اسمع لي منه كلمة خير او كلمة وعظ او ارشاد، اسمعه يقرأ اشقنا يا يزيد بالقرقارة، قد طربنا وحنت الزمارة، اشقني اشقني فان ذنوبي قد احاطت وما لها كفارة. زين ارجوك شنو الانطباع اللي راح اخذه انا عن خليفة مسلمين من هذا النوع؟ ها؟ او لا ادخل لي الى ابراهيم ابن المهدي، هذا هم صار خليفة من خلفاء بني العباس، يقول لدعب ابن علي الخزاعي يخاطب الجنود، صار راس الشهر، هذا ما عنده راتب يقضيهم، هو مغني، التفت قال يا معشر الاجناد لا تسخطوا، ارضوا بما كان ولا تقنطوا، فسوف تعطون حنينية يلتذها الامرد والاشمط، والمعبديات لقوادكم لا تدخلوا الكيس ولا تربطوا، المعبديات الاغاني نسبة الى معبد، وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. هذا خليفتكم يقول القرآن ما له الربابة، هاي ما تستعملوها البربط. زين فخليفة مصحفه البربط. اتأمل لما يوصل الامر الى الخمرة تشرب علنا، والتصرفات اللي تجي من بعد الخمرة من هذا النوع، او يسوي له حوض من الخمر يشرب منه، او لا يتحاشى. ما اقدر شوي اصعد لك بعد اكثر لانه ما اريد نخلق مشاكل. زين الواقع ان لون من هذا من الكلام عجيب غريب. هاي حفظ العقول، اعتداءهم. اتامل المتوكل يجيبوا له الهادي، يدخلون الهادي عليه وهو يعاقر الخمرة، وهذا المتوكل انت شايف الاوصاف اللي يطوف فيها شلونها؟ يا محيي السنة، مميت البدعة. ها؟ تعرف ليش شنو هي السنة؟ لأن هذا كان يصر على شتم علي بن أبي طالب. هاي وخلص، يعني هذا لما شتم علي بن طالب انهزم علي بن أبي طالب؟ لا وأبيك. الدنيا كلها تنهزم علي بن طالب ما ينهزم أبدا، لأنه حقيقة والحقيقة لا تموت. ها؟ زين هذا الرجل يدخلون عليه الامام الهادي وهو يعاقر الخمره، يلتفت الى الساقي يقول له اسقه من الخمر، يقول له الامام والله ما خامر دمي ولا لحمي قط، مو الشكل، يقول له اذا غنني، يقرا له الابيات، ما باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فاسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، الى اخر الابيات. ارجوك اذا اصبح الشراب العادي عند الناس الخمره، اكو طريقه الى حفظ العقول؟ اذا العقول نفسها وجهوها وسلبوا من عدها ادراكها، سلبوا منها ادراكها ببعض التصرفات الماجنه الخليعه، وهذا اعتقد منتشر على امتداد سيرهم. وحقك انا الفت نظرك لشيء واحد، شوف هشام ابن عبد الملك كان قاعد بالرصافه ومستشكل ببيت شعر، اللي يحب يشوف ما كتبه الدميري في حياه الحيوان، وين؟ في باب ديك، في باب ديك الباب، شوف ايش كتب عن رصافة هشام
وش كانت اكو بيها خمره تشكب، وش كثر تبدا الاموال في سبيل مجالس الشرب. اللي يحب خلق العلبي فصل ممتع في هذا الجانب. طيب هاي العقول، حفظ العقول.